كان في وقتها بيلجأ للصفوة كبار الرأسماليين وكبار الماليين ويهديهم أراضي ببلاش عشان يكونوا قادرة الجنة. تجربة ناجحة، جدة سيدي تجربة ناجحة، وتدل على أن القطاع الخاص إذا أعطيته الأدوات الكافية والآليات المناسبة يستطيع النجاح في نو تايم، بالذات إنه يدوله المترو بيمشي سهل. بتوصل المواصلات، بتوصل الفاسيلتيز وبتدي المساعدة. طيب أنا بس تدخلت عشان خالد الكعب بس ما تزعلش مني، إحنا بنلجأ للهاي تك والتكنولوجي والتاورز العالية 150 متر و 350 متر عشان التكنولوجي ولا علشان احتياجات المجتمع؟ في دبي وغيره وفي منهاتن وفي الأرض ضيقة وغالية فبنرتفع. عندنا إحنا مشكلة ردا على تساؤل حضرتك، إيه اللي خلق العشوائيات؟ اللي خلق العشوائيات الموضوع إنه الاحتياج سبعة التخطيط. فيجب أن يكون التخطيط مناسب للوضع الاجتماعي المصري. نلجأ للمصري الفرعوني الذي ضرب على البناء زي ما شبي قال، دي شيء متوارث. نحن